كلهم دائما. السلام عليكم اهلا وسهلا معنا الاخ الكريم والصديق الحميم ما شاء الله عليه السي كمال السعدي، وغنبدا واحد الحوار معك السي كمال. بغينا نسولوك حيت دابا اليوم كل كلشي كيقول انا رباطي انا سلاوي انا ما فهمناش هذه القضيه هذه، عطينا واحد الايضاح شكون هما الناس اللي جاوا الرباط ومتاش بداوا الناس وشنو هما المؤشرات باش يقول هذا انا رباطي ولا انا سلاوي. وشكرا. كنشكرك السي العربي والاخ العربي على الالتفات الطيبه وهذا السؤال، انه بالعلم ديالنا المتواضع وانه اللي قرينا في الكتب اللي قالوا لنا الاجداد انه الرباطيين والسلاويين اللي جاوا من القرن الخامس عشر لهنا هما اصلا موريسكيو، جاوا ديال 1502 حتى 1517 حتى 20، كانت قوافل كتجي ذاك الوقت كتعرفوا منين مات لاغني ايزابيل ايزابيلا راجلها هو اللي تولى الحكم الاسبان، وتماك طهد المسلمين والمسلمين جاوا للمغرب. المسلمين اللي كانوا في المغرب اللي جاوا من الاسبان كاين اصلهم امازيغ واصلهم عرب اصلهم اوروباويين اللي سلموا، هما اللي جاوا في سلا وفي الرباط كتلقاو الزعر عينيهم سحرين، هذوك اصلهم اوروباويين سلموا قرون هذه وجاوا للمغرب وتعلموا اللغه العربيه مع الامازيغيين ومع العرب. وهاد العائلات اللي كانوا كيتوافدوا الوطن الكريم اول نقطه ديال المتقدم هي طنجه، وفي طنجة كياخذوا القرار واش يمشيو لشفشاون يمشيو لتطوان واش يمشيو حتى لفاس ولا سلا والرباط. وغالب الاحيان كانوا كيجيو حتى كيوصلوا لسلا والرباط وكاين اللي بقاو فيهم في طنجة، منهم عائلة سكنون وبعض العائلات الاخرى اللي جلسوا في طنجة. بالنسبة اللي وصلوا للرباط هما في نجيرو على فريش وبزاف العائلات اللي رودياس اللي جاوا الرباط وجلسوا في الرباط وكانوا كيتجوجوا غير بعضياتهم حتى الخمسينيات الستينيات، وكاين اللي بقاو في سلا وفي سلا حتى هما عندهم الاسماء في سلا وخرجوا من العلماء وخرجوا منهم مثقفون، ومن بعد تماك بقاو الى حدود الستينيات عاد بداو يقدروا يتجوجوا مع قبائل اخرى وكانوا مع ذلك بصعوبه. ودابا هما اللي كنشوفوا هاد العائلات وعندهم تاريخ وعندهم اصل. إذن بعجالة واحد السؤال كيطرح نفسه على حسب دابا على حسب التعليق اللي عطيتي اللي هو ما شاء الله عليه ممتاز، دونك سلا هنا كتبين بأن سلا غتكون قدم الرباط عندها تاريخ ديالها قبل، علاش الناس كتهضر على الرباط وسلا زعما بحال اللي ألوغ كو نورمالمون كانوا كنا كنسمعوا بأن الرباط الاسم ديالها جاي كانوا كيربطوا فيها الخيل وكيمشيو سلا، علاش هاد النزعة اللي معطية للرباط وسلا ما معطيهاش نفس الصيغة ونفس القيمة؟ لأن في سلا عندها تاريخ الرباط كما قلتي الأخ العربي، وفي السنة ديال سقوط غرناطة آخر مملكة ديال الأندلس سنة 1492 هجرية، في نفس الوقت بين قوسين اللي كريستوف كولومب اكتشف أمريكا في نفس السنة. موريسكيون اللي توافدوا وصلوا لسلا والرباط لقوا صعوبة باش يندمجوا في سلا، سلا كانوا محافظين. جاو جول ديالهم الرباط، وما كتعرف الموريسكيون جاو ديك الثقافة الأندلسية ديال الثقافة معروفة بالشعر بالحفلات، كانوا مسلمين ولكن كانوا عندهم داك الطقوس ديالهم هي اللي كانت كتعرف معتمد مع بنات الشاعر اللي فنا ولا يوسف التاشفين في مراكش، انه منين جاو داك الطقوس سلا ما قبلوش داك الطقوس قالوا له ما تبقاوش هنا، جاو الرباط بقاو الرباط عندها الاستقبال ما عندهاش داك التقرب الدين في قضيه السلف السلفيين بحال سلا. منين جاو الرباط عاشوا في الرباط وتما كتلقاو الرباطيين بزاف اصلا مرسكين اكثر من سلا. شكون اللي بقاو في سلا؟ هما المغاربه الاصليين بما فيهم الامازيغ والعرب. وهنا خرج ديك القصه في سلا كيقول لك السلاوي كيتسطى مع العصر. علاش؟ شنو هي القصه ديالها؟ انه السلاوي ملي كيخرج من الدار ديالو كيودع الزوجه ديالو الصباح باش يمشي يبيع منتوجات الرباط، لان الرباط كانوا اغنياء، المسكين كانوا اغنياء. والسلطان تماك ولا الشيخ اللي كان متكلف بديك القصبه سلا كيقول ملي كيأذن العصر امر الجنود ديالو يسدوا بيبان سلا. الا الراجل مشى وكيحاول يبيع
في الشارع قناصيل ويبيع المنتوجات ديالو ولا عنده حتى تماك حانوت الا فات قرب العصر كيجريو وخلوه عيب يطلعوا في الليك باش يخلوا السلام واللي فات العصر كتسد عليه الباب ايوا يبات برا ولا يرجع الرباط يبات في الدكان ديالو ولا باش يخلوا السلام كيتسطاو العصر شكون اللي كيتسطا اكثر ماشي الرجال اللي كيعملوا في الرباط هما النساء اللي كيتسناو الرجال كيخرجوا يغوتوا في السلا راه اللي مازال ما دخلش خلي له الباب الله يخليك جات هاد القصه ديال وفي القرن هادشي في القرن كله جا في القرن يعني كنقول القرن السادس عشر 1502 بداية القرن السادس عشر وتماك فوالا خرج هاد الحديث. شكرا السي كمال على هاد التوضيحات الغنيه زعما صراحه في هاد الجو هذا اللي ما شاء الله الغروب راه تم ونحن يوم الخميس ليله الجمعه وعاشوراء يوم عاشوراء الدوسي ديال عاشوراء انا ناس خاطئ فيه بزاف هذاك عاد ان شاء الله نناقشوه في فرصه قادمه ان شاء الله. كان معكم العربي فرج من ولايه فيرجينيا الذي يقيم حاليا في زيارة خاصة بالمملكة المغربية. لكم مني ألف وأزكى السلام.